وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. لا جديد، الأهلي فاز والزمالك خسر. البدري، هدفنا الفوز بالسوبر لاستعاد الجماهير. الوفد، بعثة الأهلي تغادر الإمارات استعدادا للسوبر. والمصري اليوم، البدري يستغل أخطاء جلال وإنقاذ السناوي للفوز بالقمة 115. الشروق، محمد الشناوي بعد الفوز على الزمالك لن نفرط في الدوري. اليوم السابع، الأهلي يتدرب على ملعب طنحون بن محمد بالإمارات استعدادا للسوبر. الوطن سبورت، البدري الفوز على الزمالك دفعة معنوية مهمة قبل السوبر. وفيتو، الأهلي راح اليوم من التدريبات الجماعية. في الجول، طارق سليمان، محمد الشناوي صنع الفارق، ثلاثية الزمالك لم تتوج الأهلي بالدوري. الأهلي دوت كوم، حسام البدري لن يرحل عبد الله السعيد وصالح جمعة حتى لو إعارة. ويلا كورة، أيوب أزارو أكثر مهاجم يصل لمرمى الخصم، وتدريبات فردية لتحسين الفينش. يورو سبورت عربية، الأهلي يضرب 6 عصافير بحجر الفوز على الزمالك. وأخيرا من مجلة الأهلي، بالرأفة وبالثلاثة، اللهم لا شماتة، يا أهلي ما أجملك ما أرحمك. وقبل ختام نشرتنا مع فرقة زي النهاردة 9 يناير عام 2014، الأهلي يفوز على إنفي بهدف نظيم في الأسبوع الرابع بالمجموعة الأولى من مسابقة الدوري المصري. أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب إنفي مانو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68. كده نشرتنا تكون انتهت النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.